تفاجأت لما نزلت شفت الشجرة، وحتى سعرها كان ممتاز بالنسبة للحجم، انصدمت. ودحين لما بجي بشوف إنه في زينة وكريسماس وكذا، صار الموضوع بالنسبة لي مختلف تماما. حبيت الفكرة وصرت أبدع في الزينة أكثر وأكثر. الزباين اللي عم يجوا لعنا من كل الجنسيات، من كلهم حابين يحتفلوا، سعوديين، لبنانيين، اجانب، حتى في زباين عم يجوني من كومباوندات من ايطاليا وهيك، ومبسوطين للي عم يصير بالمحل والحمد لله. كنت اتوقع، بس هلا ايه بتوقع فيك تلاقي. قبل انه اول ما جيت انه كنت صعب الاقي، لانه عندي اصحابي كانوا يشتروا من برا، كلهم من اللي بيسافر او من لبنان او من سوريا، كانوا يجيبوا معهم شجرة الكريسماس شحن عن طريق البار مثلا، مش عن طريق الطياره، عن طريق البار كانوا يجيبوا مثلا المرقوقات مرقات، يعني لانه ما كانت انه ايزي ليقدروا يدخلوها وهيك.